اللهم أصلها يا الله، فحذفت الياء من أجل أن يبدأ باسم الله عز وجل، وعوض عنها بالميم وجعلت الميم في آخر الكلمة. ولماذا كان البدل الميم ولم يكن حرفا آخر؟ الجواب لأن الميم حرف للجمع، لأنه إذا نطق به تجتمع الشفتان، الشفة العليا والسفلى، فيكون أنسب للدعاء. وذلك لأن الداعي إذا جمع قلبه بدعاء الله عز وجل ناسب أن يجتمع لسانه وشفتاه على هذا الدعاء، يكون هناك اجتماع معنوي أو قلبي وحسي.